زحام وحركة كثيفة لعشرات الحافلات المتخصصة لنقل السائحين من وسط وجنوب العراق إلى أبرز المنتجعات السياحية في مدينة زاخو، ليتصدر المشهد هنا بانتعاش في موسم سياحي، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم العراق. طبعا السياحه في كردستان العراق جدا جميله، خاصه في محافظه دهوك وبالاخص قضاء زاخو. طبعا هنا تكون الناس كلهم اريحيه ويحبون المسافر، المواطن العربي من يجي هنا، كل السواح والمسافر من يجون دهوك يحسون نفسهم بالامان. ليش؟ لان هنا اكو انتماء الكردي ويا العربي، قاعد يتوحدون، قاعد يوصلون صوره انه احنا الكراد والعرب كنا واحد. طبعا السياح موجوده هنا، ما شاء الله الطبيعه الموجوده في قضاء زاخو كلش ممتعه وجميله، خاصه هي دهوك ما عدا الشمال كله، انه دهوك هي احنا نلقبها بالعربي هي تركيا المصغره. احنا من قضاء سامراء محافظه صلاح الدين، انا زايرها قبل بالتسعينات وهسه جيت، يعني اختلاف جذري بالمعالم، بالتطور، بالبناء، وهذا كله في فضل الحكومه يعني الموجوده، لان العمل ده يصير سريعا حتى الانجاز. وان شاء الله سنت اللوخ او جيت اللوخ نلقى تطور بعد اكثر من هذا. منتجع شرانش وكهف بير ودشت تخي وجسر الدلال الأثري هي المحطات لرحلة هؤلاء السائحين الذين أكدوا أن طبيعة جبال كردستان إضافة إلى الخيارات السياحية وتسهيلات حكومة كردستان جعلت من جبال كردستان قبلة لهم. يعني عالي العالي، كلش ترتيب حلو ونظامي وشي كلش بسيط. هاي أول مرة تجي زاخو؟ هاي تقريبا سابع مرة، يعني من زمان. تغير كل سنة، تغير عن السنة اللي فاتت، يعني ما شاء الله أعمار مستمر، يعني ترتيب كلش حلو والله، بالشكر وتقدير على الجهود اللي يبذلونها ويا السياح، كل شيء مرتب ونظافة وترتيب يعني عالي العالي. بعد الحظر اللي صار بعد جائحة كورونا صار تحديث المصايف اللي موجودة في إقليم كردستان. طبعا تعاون اخواننا الكراد مع العرب، نشوف ان انا اكون حب تآخي وتآلف ما بين، ماكو فرق بين العربي والكردي. راح نشوف ان انا طبعا الاماكن السياحية جدا جدا جميلة من حيث مناظر الخلابة اللي موجودة. المشهد هنا بزيادة واضحة بأعداد السائحين، مما يدفع التفاؤل بإمكانية تعويض الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي نتيجة جائحة كورونا. نجلة سندي، زاكروس تي في، زاخو.